اتصالات مع بزاف ديال الناس اللي تيجيو هذوك صحاب الشركات تيتصلوا لي درنا داك الميساج. وي كاين بزاف اللي داروا تضحيات كبار في ياخذ الثلث من داك الشيء اللي تيتسال. كاين واحد صديق حتى هو ماشي صديق ولكن كان هو تعاملوا معه داك الشيء وهذا كان عنده شي شيكات فيهم تقريبا شي 50 مليون شرك وملاحهم كاع قال لهم انا ما كاينش مشكل. فوالا ودرنا رحال لان صديق ديال الرياضي ورياضي ولعب دويد هكا الاقسام كلها دويد هكا كارديان دوبي صاحب كاع الدراري تكونوا معاه والداودي راك عرفتي راه كان العريف ديما عنده في الدار وهذا راه بحال خو صغير. الو غاد سمين وحنايا كاتحاد مغربي وانا اخر مدرب دربته وكان اللي وقع لي داكشي كان عندي في وداد فاس الغد جيت لونطريما ما لقيتوش تنعيط ليه التليفون مهزوز وابري قالوا لي راه عيط لسوتي قال لي يلا راه هذا وانا كنت عارفه عنده شي مشاكل وكي ماشي داكشي كان تيتفاهم تيقول لي راه عندي شي هذا راه تنمشي نشوف شي ناس ولكن ماشي بهذا الحجم هذا. جيتي تشوف غرقوا هذا وغرق مسكين تكرفص عليه وداك الشيء ولكن الحمد لله راه داك الشيء غادي مزيان لان حنا منسقين داك الشيء. السي رجع حتى هو راه اتصل بينا لا سيمين ديغنيا مع عبد واحد ومعايا انايا وقال لي راه مزيان وراه حنا تحل راه الاشاره وداك الشيء في بادره طيبه وداك الشيء ومنافعين وهذا وتعاونوا الدراري راه عصيتنا عليهم درنا هذيك افيشينا داك الشيء اللعابه حتى هما ديال اللعابه ديال البريمير ديفيزو تا هما صيفطنا لهم المسائل راه كاع تيتجاوبوا وداك الشيء ونتمناو ان شاء الله بان هذا الشيء تحل في اقرب وقت لان كل شيء مجند. هذوك الناس اللي دابا اللي كيتسالوا وداك الشيء راه تا هما مساكن دايرين تضحيه وهذا وعارفين بانه عمل زعما بان راه ما داير بلا بيديو سي بور سا كو لي جون تا هما تعاطفوا هذو اللي عندهم واللي وقع لهم هذا واللي تصب عليهم هذاك هذاك الكارثه هذاك المحترف كبير لان باش توصل تحتال وتوصل وهذا والشيكات وتنوم هذا وتولي تخيني في الشيكات تاخذ مون بلون ودير هذا دار في الدري الثقه وهذو كاع اللي هما بروفيسور راه مشى هو طحنهم بوحدو هو ضرب الناس مساكنين طب عليهم باش توصل تقريبا غدا 3 مليون درهم. ولكن راه الحمد لله راه داك الشيء راه كاينين دوك المتعاطفين كثار كاين الناس كلهم.